صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. ونضل نقول وايد زين، ونضل نقول وايد زين، صيف البحرين يا عين يا عين، صيف 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 البحرين. تنقسم خيمة نخول إلى العديد من الأقسام، وأحدى هذه الأقسام قسم التاجر الصغير، بحيث يشارك الأطفال في المعرض عن طريق عرض منتجاتهم صنعوهم بأنفسهم. معرض التاجر الصغير يتغير بائعيه من أسبوع إلى أسبوع. أنا بسوي الأشكال في قالب، أحط الخرز على القالب، بعدين أكويها، بعدين تطلع ميدالية. واستفدت من هاي التجربة إني أكون شجاعة. شاركت سنة في نخول في التاجر الصغير عشان أبيع كتب. أكثر شيء عجبني في خيمة نخول مشاركة على مسرح الورش. اليوم أنا حابة أكلمكم عن المعرض اللي مشاركين فيه أبنائنا من ذوي الإعاقة. هم طبعاً 6 مشتركين، والستة مختلفين عن بعض تماماً. لكن في البداية أحب أتكلم عن بهية الحجير، رحمة الله عليها. هي توفت ما يعني قبل كم من شهر زين، وكانت مدرسة فنية مختلفة عن الكل، والباقي عبارة عن مدارس فنية مختلفة، كل واحدة بتعبر عن أشياء معينة، اللي هم الخبراء بتوع الفن التشكيلي والجرافيك والكلام ده كله، بيعرفوا إيه بالضبط المدرسة اللي منها اللي اتعلمت فيها أو اللي طلعت منها. هم ما شاء الله متميزين بأنهم المواهب بتاعتهم فطرية، يعني بيرسموا اللي بيعبروا عن اللي داخلهم بالرسم، وهي دي الميزة اللي فيهم عن باقي اللوحات التانية. يعني ممكن تلاقي طفل بيرسم بس لأنه موجه إنه يرسم، لكن هم بيرسموا لأنهم هم عايزين يعبروا عن أشياء داخلهم، علشان كده صاروا مدارس، يعني كل مدرسة فنية مختلفة عن التانية. عندنا لميس منصور، هي وايد تحب الطبيعة، وايد ليها اتجاه يعني مختلف عن باقي البنات. عندنا ندى السندي مدرسة لوحدها زين، وهي ما شاء الله عليها حتى عندها فن، يعني تقدر تعمل أشكال مختلفة أو تعمل لوحات مختلفة، منها مثلا التجريدي والسريالي، ومنها التعبيري، فهي ما شاء الله هي فنانة شاملة. عندنا بعد كده عبد الرحمن هو ما شاء الله عليه برضو نفس لميس،
هو حب الطبيعة وبيعبر عن حبه مثلا لنادي زي النادي المحرك مثلا، فتلاقي لوحاته واخدة الطابع ده. عندنا علياء، علياء بنت مرهفة الحس، يعني ما شاء الله عليها، برضو مدرسة مختلفة تماما، مدرسة تجريدية أو سريالية زي ما بيقولوا، وما شاء الله عليها هي بتعبر مش محتاجة حد يوجهها، هي ما شاء الله عليها وقت لما بتحس إن هي جواها أحاسيس وجواها حاجات تبي تعبر عنها بتقعد بروحها وترسم بدون أي توجيه، هي ما شاء الله زي ما بقولك موهبة فطرية. فكلهم نفس الحكاية. الأشغال الصوفية دي اللي بالصوف دي أميرة الأنصاري، وأميرة ليها اتجاه مختلف عنهم لأن هي تهوى الأشغال اليدوية وتحب قوي تشتغل طول فترات الفراغ بتاعتها. نظمت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية ركن مجلة وطني في خيمة نخول بقلعة عراد، وحاوت على عدد من الألعاب الترفيهية والتعليمية، ولاقت تفاعل كبير من قبل الأطفال. هم الأول ما رحنا نشارك في مجلة وطني، ما شاء الله هذه رابع سنة نشارك فيها. قسم مجلة وطني هالسنة غير عن كل سنة، هالسنة مسوينها نفس كل يوم فيها ورشة عمل، ساعات يكونون معنا كتاب، أي يعني شخص قاعد مشارك معنا في المجلة من تيم المجلة، يعني نخليه يتفاعل مع أصدقاء المجلة، يعني مثلا إذا كان في كاتب ممكن يعلمهم شلون كتابة القصص، إذا في رسام يعلمهم شلون الرسم، رسم الشخصيات اللي في المجلة. نسوي لهم كل مرة شيء حلو يعني حق اليهال. يعني اللي تعلمته منه من مجلة وطني إنه في قصص مفيدة وأشياء مفيدة نسويها. أقول لهم إن مجلة وطني شيء وايد حلو وفيها أشياء داخلها، يعني أشياء وايد مفيدة وحلوة. مشاركتهم عبارة عن رسومات وكتابات في حب الوطن، يرسمون لنا رسومات أو كتابات، مسج بسيط حلو هاللون نقدر ننشره لهم في المجلة. هي المجلة مجلة شهرية، فكل شهر نحط عدد من الأطفال عن مشاركاتهم ومساهماتهم في المجلة. تسعى مجلة وطني لتنمية روح المواطنة وتكوين مخزون لفظي ولغوي وثقافي وغرس قيم الأخلاق في نفوس الأطفال، فمهما تعددت وسائل المعرفة يبقى الكتاب هو المعلم الرئيسي للإنسان.